للحديث أكثر عن القرارات والتصريحات التي أطلقها الرئيس الفرنسي مؤخرا والتي تتعارض مع قيم الإسلام فيما يراه محافظة على علمانية الدولة، ينضم إلينا السيد حسام شاكر، المستشار الإعلامي والباحث في الشؤون الأوروبية عبر الهاتف من فيينا. أستاذ حسام، بداية مرحبا بك. خطاب ماكرون الأسبوع الماضي قلب الموازين عند البعض في وقت يرى الرجل أنه يعدلها. بداية، ماذا يريد ماكرون من الإسلام والمسلمين برأيك؟ تحية طيبة لكم للمشاهدين والمشاهدات. في الواقع ماكرون يخوض هنا في مناورة انتخابية من جانب، لكن أيضا هو يمضي على خطى أسلافه في الإليزي الذين دائما ما كانوا يذهبون إلى تناول الملف الإسلامي في فرنسا بشكل تصعيدي، أحيانا في خطوات منذ الرئيس شيراك، ساركوزي، من بعده هولاند، ثم ماكرون. جميعا عملية كانت لهم وقفات مع الملف الإسلامي عاكست أو أبرزت تراجعا في تعامل الدولة الفرنسية مع مسلميها، وهذا الوجود المسلم في فرنسا هو الأكبر في أوروبا بالمناسبة، وبالتالي الملف كبير وثقيل بطبيعة الحال. ماكرون في منذ أزمة السكرات الصفر في فرنسا، منذ تصاعد الغضب والاحتجاج في فرنسا على سياسات الحكومة وسياسات الحكم الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا ظهور عدم وجود يعني معالجات اقتصادية واجتماعية فاعلة في البلاد، بدأ ماكرون يخوض هذه الانعطاف نحو الملف الإسلامي على خطى أسلافي، إشغال الجمهور بقضايا هامشية مفتعلة على حساب الملفات الحقيقية في البلاد، بالإضافة إلى المنافسة التصعيدية الانتخابية على نفقة الإسلام. في هذه النقطة، مجلة فورين بوليسي الأمريكية ترى في خطاب ماكرون توددا لليمين المتطرف، إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ في تقديره ليس توددا لليمين المتطرف، وإنما محاولة مزاحمة لأقصى اليمين بهذا المعنى للحصول على أصوات اليمين، بمعنى منافسة مع أقصى اليمين بالانزلاع انزياح يمينية أكثر، بصفة يمينية أكثر. وهذا تكتيك عمليا أصبح تقليدا في أوروبا، خاصة فيما يتعلق بملفات المسلمين، ملفات اللاجئين. أيضا تقوم الأحزاب المحافظة وبعض القوى الليبرالية عادة بالانزياح يمينا لمحاولة امتصاص الأصوات من أقصى اليمين أو تقليل خسائر محتملة. الإشكال ليس هنا فقط، الإشكال أن الأحزاب الأخرى التي يفترض أن تكون معتدلة أو الواقفة على اليسار نسبيا، يسار الوسط وغير هذا، تتصرف إزاء هذه النبرة التصعيدية نحو المسلمين، تتصرف بجبن سياسي خشية فقدان أصوات، لا تقوم بمناوئة هذه الحملة. طيب، أو هذه هل من وجهة نظرك هل يستطيع ماكرون أن يخترق المساحة التي تسيطر عليها إلى حد كبير منافسته ماري لوبان؟ في تقديري الرهان هنا على المترددين على تنمية الناخبين الذين لم يجدوا في سياسات ماكرون ما يثير اعجابهم، وبالتالي هنا الرهان اكثر من القاعده التصويتيه الصلبه لنقل لمارين لوبان، هذه واحده. في المقابل المساله تتجاوز الحسابات الانتخابيه، وهذا مهم جدا ان يلحظ، الى ما يبدو انه سياسه مستقره، نبره مستقره في فرنسا تحاول الان تذهب الى عزل المسلمين اكثر. يعني ماكرون يتحدث عن الانعزاليه الاسلاميه كما سماها في فرنسا، لكن ما جاء به عمليا يصب في اتجاه محاولة عزل المسلمين ووصم الوجود المسلم بدرجة أو بأخرى من خلال مفاتيح ومفردات جديدة تستخدم في الخطاب السياسي. ألا ترى أن هناك تناقضا في القيم الديمقراطية التي تتغنى بها أوروبا وخاصة فرنسا؟ في تقديري التناقض هو في التطبيقات، والسياسيون عمليا يمارسون تناقضات واسعة جدا إذا ما يتعلق الأمر بمن لا صوت لهم، بمن لا ظهر سياسيا لهم. وعلى نفقة الأقليات يمكن أن تقاض تراجعات في فضاء الديمقراطية، الديمقراطية عمليا يمكن أن تأتي على حساب الأقليات أو المكونات التي عمليا تمثل الأغلبية لنقل في بعض المجتمعات، وهذا يحتاج التذكير بأهمية استصحاب القيم والمبادئ والالتزامات مع التطبيق الديمقراطي. نعم. ديمقراطية بلا قيم تمثل مخاطرة حقيقية. الأستاذ حسام شاكر، المستشار الإعلامي والباحث في الشؤون الأوروبية، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا، نشكرك شكرا جزيلا.